الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، أسعد الله مساكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات. بدأت انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة وتواصل أشواط الفترة المسائية، أشواط الرموز، أشواط الذهب، أشواط أيضا الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. بدأت الانطلاقة لسن الثنايا القعدان، وأيضا بدأت المنافسة الجميلة من هذه الشعارات المتواجدة وانطلاقة أول المراكز. أول المراكز يتواجد مع المقدمة والصدارة شاهين، تعود الملكية لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وسعد بن طالب بن شريم من يديره في عملية التضمير، ليأتي على المركز الثاني الطاير. تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان والصادق بن فضل الأمين من يديره بعملية التضمير، ثالث المراكز. أشاهد تواجد سلهود، تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن سالم أيلي نيبي من يديره بعملية التضمير، المركز الرابع. هنالك التواجد من رابع المراكز وشعار هجن الشحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد، وبدأ يرتدع المستوى الفني وبدأ تتقارب الأسماء وأيضا تزداد السرعة مع هذه الأسماء المنطلقة مع تجاوز لافتة 2 كيلومتر ما تبقى عن الناموس وعن السيارة التي تنتظر هنالك لدى خط النهاية، ولكن السيارة والناموس حليف من هذه الأسماء المنطلقة والمتواجدة. إذن نعود إلى الصدارة وإلى تواجد مشغل. الله يا مشغل، مشغل على الصدارة، مشغل على المقدمة وعلى أول المراكز، حاملا شعار هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهنالك المضمر عيسى بن أحمد الخيلي من يدير بعملية التضمير، ويقول لي أبو حمد مشغل بدأ يشغل الأنظار ويشغل المضمرين بانطلاقته الجميلة. الكحيدي يصل مع المركز الثاني حامل شعار هجن الشحانية، وسلطان بن محمد الوهيبي من يدير بعملية التضمير، مولع بدأ يولع فتيلة هذا الشوط وينطلق مع المركز الثالث هجن العاصفة هي المالكة، حمد بن راشد بن غدير من يدير بعملية التضمير. بدأنا هنالك ننطلق مع أيضا الانطلاق السليم والمستوى المستقيم مع افتتاحية الكيلومتر الأخير. الله، الكيلو المثير بتواجد هذا الجمهور الغفير الذي يشاهد هذه الانطلاقات المميزة، واختلطت الأمور ببعضها البعض وبدأ الانطلاق المميز، ولكن من المنطلق مع الصدارة؟ الله يا الوعب، انطلق الوعب، انطلق الوعب، وتواصل مشكل، مشكل والوعب والكحيدي. هنالك أسماء متميزة، شعار هجن الرئاسة وهجن الشيحانية، وهنالك أيضا الأسماء الكبيرة التي ترافق هذه الأسماء بعملية التضمير. مشغل على أول المراكز. الله يا مشغل، مشغل والوعب والحيدي. الله، اللحظات الأخيرة أمتار الحزم، ولكن من له الناموس؟ يبدو بأن مشغل هو الأقرب للناموس والأقرب أيضا لانتزاع سيارة هذا الشوط وكلمة الناموس الغالية التي ينتظرها هذه المضمرين. مشغل لأجل الرئاسة وأحمد أو عيسى بن أحمد الخيلي من يدير بعملية التضمير. المشغل في الشوط يلعب دور. الله يا مشغل، مشغل على الصدارة، على المركز الأول، على الانطلاق الأخير، يتواصل بشعار هجن الرئاسة والنقطة السادسة مع مشغل ومع لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. وأيضا نهني هجن الرئاسة كما نهني المضمر عيسى بن أحمد الخيلي من قدم لنا مشغل بهذه اللحظات. المركز الثاني كان الوصول من قبل كحيدي الهجن الشحانية، ثالثا وعب لهجن الشحانية، رابعا كان التواجد من قبل سلهود لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خامسا كان التواجد من قبل شاهين لهجن العاصفة. نهني جميع الفائزين كما نذهب بالتهنئة لهجن الرئاسة وأيضا للمضمر
عيسى بن حمد الخيلي من قدم لنا مشغل بهذا الشوط. توقيت الزمن 13 دقيقة 11 ثانية، 94 الزمن الثانية، التاني والتبريكات لهجر الرئاسة. كما نهني عيسى بن حمد الخيلي من أدار مشغل بعملية التضمير المركز الثاني الحيدي. توقيت الزمن 13 دقيقة 12 ثانية، 30 الزمن الثانية، التاني والتبريكات لهجر الشحانية. كما نهني سلطان بن محمد الوهيبي ثالثا وصل الوعب. توقيت الزمن 13 دقيقة 12 ثانية، 68 الزمن الثانية، التاني والتبريكات لهجن الشحانية. كما نهني المضمر سالم بن فاران المري.